اختتمت منافسات بطولة الجمهورية لبرمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات، وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف الغرباوي، قال إن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات البرمجة وحل المشكلات في إطار دمج وتكامل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، كما تعتمد المسابقة على أساليب المنهجية والخوارزميات في حل المشكلات. بتستقبل جامعة جنوب الوادي فرع الجامعة بالغردقة مسابقة مصر لبرمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. يمكن أول مرة احنا بنشارك في تنظيم هذا الحدث، مسابقة متميزة بين طلاب المدارس وطلاب الجامعات على مستوى مصر. المفروض ان دي لغة العصر، المفروض ان دي وظائف العصر. يمكن جامعة جنوب الوادي في هذا السياق بتتفرد بأنها الجامعة الوحيدة في مصر التي تحتوي على كليتين للذكاء الاصطناعي. الكلية الأولى كلية الحاسبات والكليات الحاسبات والمعلومات في فرع في مقر الجامعة بقنا، والكلية الأخرى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.